مرحبا بكم مشاهدين الأعزاء عبر فضائيات نور سات وتلفزيون تيليلومير. والبداية مع العناوين. البابا فرانسيس في لقائه الأسبوعي يؤكد أن الصلاة هي التي تقرب روحنا من خالقها. قداس الأحد الثاني من لوقا في كنيسة القديس جوارجيوس الهاشمي الشمالي. كنيسة الرسل في الزرقاء تحتفل بمنح المناولة الأولى لعدد من أبنائها. البتراء تحتل المرتبة الأولى كأفضل وجهة سياحية عالمية. وفيها أيضاً المؤمن كما يراه المسيح في حلقة من برنامج صباحكم نور. أهلاً بكم. تأمل قداسة البابا فرانسيس في إطار تعليمه الأسبوعي بموضوع الصلاة في سفر المزامير، الذي يقدم الصلاة على أنها واقع أساسي للحياة وتربطنا بالله وتجعلنا بسبب هذه الصلاة بشراً بكل معنى الكلمة، وهي الوسيلة التي من خلالها تقترب روحنا من خالقها. وأنهى قداسته تعليمه قائلاً: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير مفعمي بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا وللمرضى والمتألمين، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالطقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تأمل قداسة البابا اليوم أيضاً في صلاة المزامير في إطار تعليمه في موضوع الصلاة. قال قداسته: يقدم سفر المزامير الصلاة على أنها واقع أساسي في الحياة. الصلاة تربطنا بالله وتجعلنا بسبب هذه الصلة بشراً بكل معنى الكلمة، ومن ثم تخلصنا من حدود أنفسنا وتمنعنا من الضياع في هذه الحياة والاندفاع إليها بطريقة مفترسة وشرهة. الصلاة هي خلاص الإنسان. الصلاة ليست مهدئاً للتخفيف من هموم الحياة بمعنى الهرب منها، بل تزيدنا إحساساً بالمسؤولية. لذلك في صلاة المزامير نجد أن العالم حاضر فيها بكل صعابه، فتتكلم عن وعد الله بخلاص الفقراء، وتحذر من خطر المال في العالم، وتبين لنا رؤية الله للتاريخ. تظهر لنا صلاة المزامير أنه حيث يوجد الله يوجد الإنسان أيضاً، والله لا يتحمل من ينكر الصورة الإلهية المطبوعة في كل إنسان. عدم الاعتراف بصورة الله في الإنسان هو تدنيس للإنسان وازدراء وأسوأ إهانة يمكن أن نحملها معنا إلى الهيكل والمذبح. وأنهى قداسة البابا تعليمه قائلاً: لتساعدنا صلاة المزامير حتى لا نقع في تجربة الأشرار، فنعيش وربما نصلي وكأن الله غير موجود وكأن الفقراء غير موجودين. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba. È importante non smettere di pregare, perché senza la preghiera non si può avere un rapporto con Dio. La preghiera è il mezzo attraverso il quale la nostra anima si avvicina al suo creatore. Il Signore benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية. من المهم ألا نتوقف عن الصلاة، لأنه بدونها لا يمكن أن تكون لنا علاقة مع الله. فالصلاة هي الوسيلة التي من خلالها تقترب روحنا من خالقها. ليبارككم الرب جميعاً
ويحرسكم دائما من كل شر. ترأس سيادة المطران خريستوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذكس خدمة القداس الإلهي الاحتفالي في كنيسة القديس جوارجيوس، وذلك بمناسبة الأحد الثاني من لوقا، بمشاركة قدس الأيكونوموس عبد الله حمارنة راعي الكنيسة وحضور عدد من المؤمنين. وقال سيادته في عظة القداس: إن المسيح يعلمنا أن نحب أعداءنا ونصنع الخير مع من لا يستحق، وأن نعامل الناس كما نريد منهم أن يعاملوننا، فالله هو من يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين ولا يفرق بين أحد. ولما نحط نفسنا محل القريب، وقتها نجيب القريب ونحطه في قلبنا، ولما القريب يصير في قلبنا ننفتح على الآخر، منلتقي مع الآخر، من حب الآخر، ما منكون منغلقين بأنانيتنا وبفكرنا الخاص وبكبريائنا وبغرورنا. قديش مهم إنجيل اليوم كقانون، كقانون للعلاقات العامة، كقانون اجتماعي بين الأفراد، بداخل الأسرة، في داخل المؤسسات، في داخل المدارس والجامعات، في كل مكان. إنجيل اليوم هو قانون لكل واحد فينا اللي بده المسيح. خلي الآخر يسكن في قلبك، انفتح على الآخر، حب الآخر، ما تستنى شيء من الآخر، ولكن أنت اعمل اللازم تعمله وأبوك السماوي يراك. ما أجمل هاي العلاقة، إلا الإنسان يتخطى كل إشي خارجي ويبلش يعمل من الداخل من أجل خلاص نفسه، من أجل كماله وتقديسه. وإنجيل اليوم بوعدنا إنه أنت جوا وبتحاول إنك تخليك محل القريب، توضع نفسك وتجيب القريب وتحطه في قلبك، هناك ستلتقي مع الله المحب. ما أجمل وعد الإنجيل اليوم لكل واحد فينا، وكأنه الله بيحكي لنا لما تخلي القريب محلك وتجيب القريب وتحطه في قلبك، هناك رح تلاقيني أنا إلهك وخالقك. ما أجمل اللقاء أحبتي، ما أجمل هذا اللقاء اللي فيه منلتقي مع بعضنا البعض بالمسيح في قلبنا، في وجداننا، في كياننا. وهاي بيكون الطريق اللي بنمشي فيها في الحياة. وفي الختام تضرع سيادته إلى الرب الإله بشفاعة القديس جوارجيوس بأن يظلل هذه البلاد المحبوبة بحمايته، ويعطي أهلها الطيبين كل بركة ونعمة من لدن الرب. آمين. بصلوات بين القديسين، أيها الرب يسوع المسيح إلهنا، ارحمنا وخلصنا. آمين. الروح القدوس ليحفظكم جميع أيام حياتكم وسنيكم أبنائي عديدة ومباركة وبالقداسة سلمتمكم. مع مراعاة تعليمات التباعد الاجتماعي، احتفلت كنيسة الرسل في الزرقاء الشمالي بمنح عدد من أبنائها وبناتها المناولة الأولى وسر التثبيت المقدس، وذلك في قداس احتفالي ترأسه كاهن الرعية الأب إياد بدر، بمشاركة الكاهن المساعد الأب سالم لولص والشضياق جهاد قندح، وحضور عدد من الراهبات وذوي الأطفال وأشابينهم، وجمع من أبناء الرعية. وبعد عظة القداس الذي أحيت تراتيله المرنمة وفاء حداد، دعا كاهن الرعية الأهل أن يكونوا قريبين من أبنائهم ويبادلوهم الحب بحب، ويصلوا معهم ليكون الرب حاضرا في بيوتهم، كما رفعت الطلبات من أجل الكنيسة وأبناء وبنات الرعية.
وفي ختام الاحتفال هنأ الأب بدر المتقدمين لقبول الأسرار، كما شكر جميع من ساهم وشارك في هذا القداس الاحتفالي. أعلن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اقتصار الحظر الشامل نهاية الأسبوع على يوم الجمعة فقط، وذلك حتى نهاية العام الحالي. كما أعلن تمديد ساعات الحظر الليلي اليومي ليبدأ عند الساعة 10 ليلاً للمؤسسات، والساعة 11 ليلاً للأفراد حتى نهاية العام أيضاً. ومن جهته أكد وزير الصحة نذير عبيدات أنه تم استبعاد اللجوء لحظر تجول شامل لمدة أسبوعين خلال الفترة المقبلة، كونه سيساهم في تخفيض أعداد الإصابات خلال مدته، ثم ستعود الإصابات للارتفاع بعد انتهاء الحظر. وبين أن مبررات حظر التجول الشامل خلال نهاية الأسبوع تأتي بسبب الوضع الوبائي وتزايد أعداد الإصابات. برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبيل حداد رئيس المركز الأردني لبحوث التعايش الديني عبر صفحة فضائية نور سات فيسبوك، استضاف هذا الأسبوع النائبة السابقة في البرلمان الأردني اللواء المتقاعد عماد صليبة معايعة، والذي تحدث عن مسيرته العسكرية في القوات المسلحة الأردنية والمواقع القيادية التي تنقل فيها، ثم مسيرته السياسية في مجلس النواب وإجماع أهل محافظة مادبة مسيحيين ومسلمين على انتخابه للبرلمان. فإلى هناك. Every inch a Christian and every inch a soldier، أي كل خطوة في حياتي هي مسيحية وكل خطوة في حياتي هي أيضا عسكرية. والآن أستطيع أن أقول every inch a Christian, every inch a soldier and every inch a politician بعد أن دخلت معترك السياسي من خلال اشتراكي في البرلمان الأردني، وهذا شرف عظيم لي. فلذلك وكأنني ألبس ثلاث قبعات في آن واحد، المسيحية والتي أفتخر فيها، والعسكرية والتي هي تكون كل جزيئات جسمي بعد 35 سنة من الإخراط بهذه العسكرية، ودمي أصبح دم عسكري، وبنفس الوقت السياسي التي عشت فيها 4 سنوات في مجلس النواب وأعطتني قوة ومنعة كبيرة في هذه الحياة. فهذه الأمور جميعها أستطيع أن أقول إنني تربيت ضمن هذه الدائرة، الدائرة التي عشت فيها وأعيش فيها، وعشت في وطن أفتخر فيه، في وطن لن أستطيع الحصول على أي من هذه المكتسبات في غير الأردن، في غير الأردن، وأقولها بأمانة. أي سنة أنت رقيت إلى رتبة لواء؟ أنا رقيت إلى رتبة لواء بالتسعينات، بال94 95 95، نعم. لكن أنا سبقوني، نعم، بعشرات السنين من، نعم، ترفعوا وترقوا مسيحيين إلى رتبة لواء، وسبقوني آخرين رقوا إلى رتبة فريق. فنحن هذه الأمور كانت أمور طبيعية عندنا في الأردن، عندما يقول أنه هنالك قائمة ترفيع وفيها 4-5 مسيحيين رقوا إلى رتبة لواء، طبيعي، ما حدا بيستهجن هذا الأمر. نعم صحيح. لا أبدا. وبنفس الوقت دعني أقول شيء، بدام إحنا نقول عين على المشرق، نعم، أقول شيء أنه الأشياء التي حصلنا عليها في الأردن كعسكريين من رتب ومن مراكز هي أشياء في حقيقة نفتخر فيها، لأنها أشياء يعني كانت مميزة. عندما أقول مساعد رئيس هيئة الأركان للتخطيط والتنظيم، نعم، أنا كل مال القوات المسلحة في يدي، نعم، ومشترياتهم في يدي، والتطوير في يدي، وأمور كثيرة في يدي، نعم. فكنت أنا مخول في كل الأمور، ما كانوا يحكوا يقولوا هذا مسيحي وهذا غير مسيحي. هذا يعني هذا يقودنا إلى الاستنتاج البديهي،
إنه هذا البلد هو نموذج فعلا. نتحدث عن الدولة، نتحدث عن جلالة الملك، عن الهاشميين، قوات المسلحة، الأجهزة الأمنية، يعني هذه مدرسة تركز على أن جميع هم الأغلى، ولا لا تمييز ولا نقول ذلك يعني تزلفا، وإحنا مش بحاجة نتزلف أحد. هذه شهادة الضمير. تمكن ملتقى الفن والإبداع في الفحيص بجهود القائمين عليه من إنشاء متحف تراثي في أحد بيوت المواطنين في منطقة خربة الدير، حيث يوثق هذا المتحف الكثير من المقتنيات المحلية والعربية والعالمية. نورسات الأردن زارت المتحف وعدت التقرير التالي. الصيد وسموها صبيان الحصان، لهاج الخافق بحبها وش عادي يخفيه، أسرجت فوق الريح وطلقت الروح العنان، وسجلت فوق نزونها يا خلق حيل مغلي، أحبك وشهودي الخافق وحروف البيان، ونسجل فكر شتات افكاري يتناجيه، لفحيص مسكن رب السماء عالي الشان، تموت القاف وتحيا إذا فحيص ناحل طري. تسهم المبادرات المحلية التي تعنى بالمحافظة على المقتنيات الفنية والتراثية والتاريخية بدور كبير في إظهار تاريخ الأردن المشرف، إضافة إلى تعزيز الحركة الثقافية وإتاحة الفرصة أمام المواهب والمثقفين لإبراز إبداعاتهم. وعليه فإن متحف خربة الدير للفنون الموجود في منطقة الفحيص والعائد للفنان الأردني بسام مخامره من شأنه أن يرفع الذائقة الجمالية للمهتمين، ويعمل على إيجاد فضاءات وطنية وثقافية واسعة في البلاد. ويقول مخامره وهو رئيس جمعية ملتقى الفن والإبداع في الفحيص إن هذا المتحف الذي عكف على إنشائه منذ سنوات عديدة هو عبارة عن بيت قديم تم ترميمه وتسجيله تحت اسم خربة الدير للفنون وملتقى الشعراء، لافتا إلى أن هذا المتحف يضم في أجنحته مقتنيات عالمية تمثل لوحات فنية وموجودات تراثية وفخارية ونحاسية وعملات نادرة وطوابع قديمة وتحفا أثرية يصل أعمارها إلى مئات السنين، ويشكل هذا المتحف بحد ذاته ركناً أساسياً في حفظ التراث والتعريف بالتاريخ الأصيل لأردننا الحبيب. المتحف بدأت الفكرة عندي من عدة سنوات، بس تجميع صار له أكثر من 40 سنة، وأنا أجمع من مراحلي الطفولية وأنا أجمع بالقطع اللي تعجبني من أجل أحتفظ فيها ما تصرفت فيها لحد الآن. بلشت المشروع بطلب أنه أعمله كمتحف لمدينة الفحيص، لم أجد المكان ولم يوفر لي المكان في مدينة الفحيص، قررت أنا وزوجتي نستعمل أرضنا وبيتنا لإقامة هذا المتحف، والحمد لله بدأنا بتجميع المتحف الذي يشمل على أكثر من فرع في هذا المتحف. عندي المتحف العالمي اللي بيشمل لوحات عالمية اللي جمعتها من خلال مسيرتي الفنية ومشاركتي مع فنانين عالميين من عدة دول، إيطاليا، عندي لوحات من أمريكا، عندي لوحات من تشيلي، عندي لوحات من الكاميرون، نحكي على أفريقيا، عندي لوحات العراقيين الرواد وهذا بتميز المتحف، عندي أكثر من لوحة كانت في متاحف خارجية اشتريتها من المزاد العلني، عندي بعض القطع من قصر الخديوي إسماعيل في مصر لما صار بالمزاد العلني سنة 58، عبارة عن لوحات لأشهر الفنانين الإيطاليين لآر رينالدي. ننتقل لمرحلة الموهبة اللي مش القطعة الكبيرة اللي هي العملات، يعني المتنقلة دائما معي في معارض والطوابع. العملات والطوابع أنا عندي عملات تاريخية
وعندي عملات أجمل قطع عندي بالنسبة للأردن اللي هي العملة الطبعة الأولى من عملة الأردن 1949 تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية. قبلها كان يستعملوا الجنيه الفلسطيني، وعندي قطعة من سنة 27 للعملة الفلسطينية اللي كانت تستعملها الأردن قبل إنشاء المملكة الأردنية الهاشمية. بالنسبة للطوابع بملك أكثر من 11 ألف طابع ما قبل السبعينات، حرب عالمية أولى، حرب عالمية ثانية وما قبل، وثالث طابع في التاريخ 1862 طبع في الولايات المتحدة، لكن التأسيس كان لبريطانيا، وخلال احتلال بريطاني أخذوا الماكنة معهم وبلش الطباعة في الولايات المتحدة لمختوم بختم رئيس الولايات المتحدة. بالنسبة للديانة المسيحية بالطوابع طبعاً لها تميز، أعياد الميلاد عندك مثلا بابوات الفاتيكان المجموعة كاملة موجودة عندي اللي توافدوا على الفاتيكان، بالإضافة إلى ما ذكرت نحن بصدد تأسيس متحف وطني يشمل مقتنيات من نجمعها من مدينة الفحيص ونضعها في مكان في هذا المكان إن شاء الله، وأنا موجود عندي بعض القطع. كما يشتمل متحف الدير للفنون على جدارية فنية كبيرة لبلدة الفحيص القديمة، استغرق العمل بها نحو 15 شهراً، وسيتم عرضها قريباً في الكثير من المعارض العالمية. بدأت برسم هذه الجدارية 2014، انتهت معي ب 2015 تقريباً أكثر من سنة. طبعاً العمل فيها كان بيشمل الشغل بالسكين وشغل بالفرشاي، أنهيت العمل فيها وانعرضت في عدة معارض، وهلا بتنتقل معي إن شاء الله للولايات المتحدة، وبعدها إن شاء الله للدنمارك إذا أتاحت الفرصة عن قريب، راح تكون هي الأهم عندي في التنقل للشرح عن مدينتي الفحيص، مدينتي الغالية الفحيص، وعن قطعة من الوطن في الجدار المنيع الأردني. ويؤكد الخبراء الناشطون بالعمل العام أن الفحيص وهي جزء من الأردن التاريخي والحضاري، زاخرة بالكثير من المواقع الأثرية والكنائس الدينية التي ترجع إلى عهود سابقة، وتدل على أن المنطقة مأهولة منذ مئات السنين، ويتعين على المسؤولين برأيهم أن يحافظوا على تراث الوطن ولا يتركوه عرضة للنهب والإهمال. عندما نتواجد في منطقة عابقة بالتاريخ والتراث والحضارة على مدى قرون مضت، يستوقفنا المكان والزمان كيف نحافظ على هذا التراث، وكيف نحافظ على التاريخ الموجود بالمنطقة اللي حالياً يتعرض إلى النهب، يتعرض حجارة هذه الخربة اللي كانت تسمى بربة عمون. هناك كان في هذه المنطقة مصنع للتعدين وصناعة الأسلحة، كان فيها 20 بئر، وكان فيها قنوات في هذه المنطقة، قنوات لجلب مياه، وهذا يدل على الحركة النشطة اللي كانت متواجدة في هذه المنطقة. وانطلاقاً من هذا المتحف الفني الرائع الذي يحوي تاريخ وعملات ويؤرخ لهذه المنطقة، إنه هذه المنطقة تكون حافلة بالأنشطة ونعيد لها الحياة من خلال المهرجان ومن خلال الفعاليات الثقافية. كما يدعو كثير من مواطني الفحيص إلى مزيد من الاهتمام بالمتاحف الشخصية لما تحويه من مقتنيات أثرية وتاريخية نادرة، وكذلك دعم الهواة من أبنائها وتشجيع شباب وشابات الوطن على زيارة هذه المتاحف والتعرف على موروثاتهم الأصيلة. الإرث اللي أخذوه من آلاف السنين من أبائنا ومن أجدادنا، هذا الإرث اللي هو التمسك فيه، يعني التمسك بالوطن، لأنه إذا انسلخ الإنسان عن ثقافته بتأمين انسلاخه عن وطنه. فبالنسبة لنا كمتحف اللي هو متحف خربة الدير للفنون وديوان رباح، أنا يعني بشجع الشباب إنهم حتى وزارة التربية بعمل دورات أو بعمل زيارات ميدانية من قبل الوزارة للأطفال الصغار، بداية من الطفل، لأنه تركيزنا على الطفل مشان يظل يستمر بالتمسك بثقافته، إنهم يعملوا زيارات ميدانية لهذا المتحف. أهلا وسهلا بالجميع، لأنه بالنسبة لنا هذا إحنا يعني رغم كل المعيقات قدرنا نخرج للوجود هذا المتحف،
نتيجة تمسكنا بالثقافة. احتلت مدينة البتراء الأثرية المرتبة الأولى كأفضل وجهة سياحية عالمية ينصح بزيارتها بعد فتح باب التنقل والسفر، كما جاءت محمية ضانة ووادي رم والبحر الميت في القائمة التي ضمت عدة مدن سياحية عالمية. وقد تم اختيار الأردن ضمن أفضل 500 وجهة سياحية على مستوى العالم للعام الحالي للاستمتاع فيه بتجربة سفر فريدة ومتنوعة، وهذا ما يعزز بالطبع مكانة الأردن السياحية ويساهم في زيادة أعداد السياح الجدد إليه. ووصف موقع لونلي بلانت الأردن بأنه دولة مختصة بكل ما هو مشوق، عمل على تسهيل رحلة السائح لأماكنه السياحية والدينية بأسلوب معاصر، حيث يمنح الزائر إليه تصريحاً يتضمن كلفة التأشيرة ودخولاً إلى كافة المواقع السياحية من خلال التذكرة الواحدة. المؤمن كما يراه المسيح كان مدار حلقة نقاشاً في برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأب جورج شرايحة. وقد استضاف البرنامج نخبة من الآباء الكهنة للحديث عن الموضوع الذي يشغل بال جل من المؤمنين، فتطرق الأب فرح حجازين كاهن رعية اللاتين فرميمين للناحية الكتابية من حيث متطلبات وأقوال يسوع في هذا المضمار، بينما عبر الأب غالب بواب كاهن رعية الروم الكاثوليك في إربد عن الناحية الرعوية في تعبير المؤمن عن إيمانه. أما المونسنيور غازي الخوري فقد فند الواجبات والحقوق التي يتمتع بها المؤمن في الرعية التي يقطن بها جغرافيا، وقالوا المسيح في حياته اليومية يعني أحيانا مرة بيصلي، مرة بيعترف، مرة بيتناول، مرة بيصلي المسبحة، مرة بيضوي الشمعة، يا ترى شو الهدف اللي بده يصل إله؟ شو الغاية اللي بده يحققها حتى يكون تلميذ صالح للسيد المسيح، حتى يكون فعلا مؤمن فعال في كنيسة المسيح؟ فبالنسبة لي شفت هناك ثلاث مواصفات بنتظرها من السيد المسيح حتى نكون تلاميذ صالحين للسيد المسيح. الصفة الأولى وهي المسيحي الذي يريده السيد المسيح هو الشخص الذي يعرف يسوع وإنجيل يسوع، وثانيا هو الشخص الذي يعيش ويقتدي بالمسيح ويعيش تعاليم المسيح، والصفة الثالثة المسيحي الذي يريد السيد المسيح هو الذي يبشر بالسيد المسيح وبإنجيل السيد المسيح. أولا المسيح الذي يريد السيد المسيح هو المسيحي الذي يعرف يسوع وكل ما علمنا إياه يسوع المسيح، وما الكتاب المقدس إلا وسيلة لمعرفة يسوع. كل الديانات الأخرى تعلم كتبا، أما الديانة المسيحية فتدعو إلى معرفة شخص اسمه يسوع ومعناه مخلص، إلى معرفة الشخص قال عن نفسه أنا هو الطريق والحق والحياة، إلى معرفة الشخص علي أن أحدد موقفي منه، من ليس معي فهو علي، وحسب موقفي هذا تأتي تضحيتي من أجل هذا الشخص. القديس بولس يقول إن أعد كل شيء خسرانا إذا هذا الربح الفائق معرفة المسيح يسوع ربي الذي لأجله خسرت كل شيء. والقديس بطرس يحثنا إلى هذه المعرفة بقوله ازدادوا معرفة لربنا ومخلصنا يسوع المسيح. وطبعا تتم هذه المعرفة من خلال قراءة والتأمل في الإنجيل المقدس، من عرف الإنجيل عرف يسوع، ومن جهل الإنجيل لم يعرف المسيح. أصلا الحياة الأبدية تقوم على معرفة الله، يقول لنا السيد المسيح الحياة الأبدية هي أن يعرفوك أيها الآب. وها هو يسوع المسيح يتمنى لو أن المرأة السامرية تعرفه، لو كنت تعرفين عطية الله ومن هو الذي يقول لك اسقيني لكنت أنت تسألينه فيعطيك ماء حيا. وها هو يسوع يتحسر على أن فيليبوس لم يعرفه، أنا معكم كل هذا الزمان ولم تعرفني يا فيليبوس، من رآني فقد رأى الآب. ليت الإنسان الذي يتخصص في معرفة الخليقة أن يجد الوقت لمعرفة خالقها، به كان كل شيء وبغيره ما كان شيء. ثانيا المسيحي الذي يريده السيد المسيح هو
هو المسيح الذي يعيش إيمانه. يعيش هالمعرفة، يعني المعرفة وحدها لا تكفي، الشيطان بالضبط. لازم هالمعرفة هاي يحولها إلى حياة. الحياة هي مواقف وسلوكيات، والمسيح المثالي هو الذي مواقفه وسلوكياته تنسجم بما علمنا السيد المسيح، وتصبح هذه التعاليم مقياسا ومرجعية في جميع ظروف حياته. حين يسأل نفسه هل كلامي وأعمالي ومواقفي تتفق مع ما علم يسوع وعمل، متذكرين القاعدة الذهبية التي أعطانا إياها السيد المسيح: كل ما أردتم أن يفعل الناس لكم افعلوه أنتم لهم، هذه هي الشريعة والأنبياء. لأن محبة يسوع تقوم على حفظ وصيام، وليس فقط على الصلوات والطقوس التي لا تنبع إلا من الفم. ليست المحبة بالكلام ولا باللسان، بل بالعمل والحق. بيخطر على بالي المؤمن كما يراه المسيح، نعم، بصلاة يسوع من أجل تلاميذه برسالة إنجيل يوحنا، يقول رفع يسوع إلى السماء وقال: يا أبتي جاءت الساعة، مجد ابنك أن يهب لهم الحياة الأبدية. والحياة الأبدية هي أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي الوحيد الذي أرسلته إلى يسوع إلى العالم، اللي هو يسوع المسيح. إذن إيماننا حبيبتي دكتورة، كمان كلام موجه لأبونا ولكل المؤمنين، الإيمان هو إيمان بيسوع المسيح. إيمان يجب أن يكون إيمان معاش على أرض الواقع. حياتنا إحنا كمسيحيين أو حياة الإنسان بشكل عام هي معرفة الله ومحبته، نعم، أولا. ثانيا هو إبلاغ الإيمان بواسطة الكرازة، الانتماء إلى يسوع والكنيسة. مهم جدا نعرف أن الإيمان أكيد بيسوع المسيح إيمان عملي، إيمان مخلوط بحياة الكنيسة، بحياة الإنجيل المقدس. وأكبر دعوة هو الإيمان اللي كانوا يعيشوه في العهد القديم مع إبراهيم، اللي ربنا ترك طلب منه أن يترك كل شيء ويتبع، وكان كلمة الله تعالى هي فقط كلمة. اليوم إحنا بحاجة للكرازة، بحاجة لدعوة الإنسان إلى الإيمان بالكنيسة وبالأسرار الكنسية، الأسرار بقانون. وأكبر دعوة للإيمان هو بالكنيسة بواسطة قانون الإيمان، اللي هو ملخص لحياتنا كمسيحيين. والإيمان المعاش هو فقط حاضر بالليتورجية الكنسية، بالليتورجية الكنسية وخصوصا بالأسرار السبعة. نعم. اليوم دكتورة احنا بأمس الحاجة حتى نعيش هذا الإيمان على أرض الواقع بواسطة الكنيسة، وليس ولا شيء آخر سوى الكنيسة. اليوم نعرف تحديات كبيرة، نعرف الوضع صعب بالحياة إجمالا بالحياة الصحية أو بالحياة الفكرية. فاليوم دعوة مني أنا الخوري البسيط المحب لكل الناس، اللي بحب دعوة لكل العالم أو كل الأشخاص اللي بيسمعونا عبر شاشتكم أو عبر صفحتكم أو عبر صباحكم نور، إنهم يعيشوا هذا الإيمان بكل محبة بكل بساطة. الإيمان المعاش ربنا بيطلب منا أنه نعيش الإيمان بحسب يسوع المسيح. هو فقط ليس أن نؤمن بيسوع، شيء مهم كثير أن نؤمن بيسوع وهذا شيء ضروري ومهم، ولكن الأهم أن نعيش هذا الإيمان ونورجيه على أرض الواقع لكل الناس بحياتنا، بمسيرة حياتنا المسيحية، بالصلاة. صلاة ضرورية مهمة جدا في حياتنا كمسيحيين، مهمة جدا في دعوة الإنسان إلى الإيمان، بعيش الإيمان بواسطة الكنيسة، بواسطة الأسرار، بواسطة الصلاة. الانتماء الرعوي كتير ضروري، لأنه منه انتماء مزاجي، هو انتماء فعلي، بده ياخد ويعطي، وفي حقوق وفي واجبات. فمنشان هيك الأفضل الإنسان يضل منتمي إلى كنيسة واحدة ولو كنا كلنا مسيحيين.
بس الإنسان كإنسان بيعبر بواسطة الإنسانية عن الأمور الروحية واللاهوتية. إذا تتنقل عدة مرات ما بيقدر لا يستفيد ولا يفيد. هيدي فأذن أول شيء. فأنا بحب انتماء لكنيسة، واليوم القانون بطل مثل القانون القديم الـ 1917 غربي. اليوم القانون القديم كان يحدد الانتماء للرعية انتماء شخصي، يعني إذا واحد كان من رعية أصلية بضل يتابع خور الرعية لوين ما راح، لأنه بيعتبره ابن الرعية أصليا وبضل موجود فيها ولو تنقل وين ما كان. أما اليوم بالقانون الجديد إن كان الشرقي أو الغربي في نوعين من الانتماء، في الانتماء الجغرافي يعني ببقعة جغرافية، وبهالبقعة الجغرافية في الانتماء الشخصي. يعني نحن كنائس متعددة كاثوليكية، رح حدد بالأول، هي الموارنة، الروم الكاثوليك، اللاتين، السريان الكاثوليك، الأرمن الكاثوليك وغيره، الأقباط وغيره والكلدان. فممكن نكون موجودين رعاية على بقعة جغرافية واحدة. فكيف بتم الانتماء للرعية؟ الشخص اللي تراثيا كلدان ينتمي إلى الرعية الكلدانية في بقعة رعوية ذاتها مع الروم الكاثوليك وغيره من الرعاية. فالانتماء القانوني هو بيكون انتماء جغرافي إذا كنت عم بعيد، وانتماء شخصي، يعني أنا الماروني أنتمي إلى رعية مثلا الأردن المارونية، الخور الكاهن الماروني المسؤول عن البقعة الجغرافية كمملكة أردنية هاشمية هو مسؤول عني وين ما كنت، إن كان بالعقبة أو غير مطرح. أما بمرج الحمام، لأنه رعاية الروم الكاثوليك أو اللاتين عدة رعاية خصوصا بعمان، فخور مرج الحمام للروم الكاثوليك مسؤول عن الشخص اللي هو تاريخيا روم كاثوليك وما زال ينتمي إلى كنيسة الروم الكاثوليك. واليوم اليوم إذا بننط من لاتين لروم كاثوليك لكلدان لكذا منضيع. هلأ كلهم بدهم يوصلونا للمسيح بس بطرق مختلفة، وهذا غنى مش فقر، والالتزام، لأنه في التزامات قانونية. إذا نحن ما بنعرف حالنا لأي رعي ننتمي، فأي معاملات وين ما نعمل معاملات الزواج لتكون صحيحة، لأنه هون في عملية بطلان الزواج، في عملية صحية الزواج وعدم زواجه، أو عملية عدم صحيته وعدم زواجه، يعني أنه نعمله، لأنه ما ننتبه هون للمشاكل اللي بالمستقبل ممكن تحصل، لأنه في مانع الصيغة بالقانون الكنسي. يعني وغير أنه قضية الزواجات وهذا، بس النشاطات وين ما نعملها. هلأ بما أنه بالعالم العربي في تنوع كنائس، وفي كنائس قريبة من كنائس، يمكن أنا أنتمي لرعية كنيستها بعيدة وفي رعية تانية كنيستها قريبة، فيني استفيد من الخير يعني الأمور الروحية، لأنه فيني أدس هون إذا ما فيني كل يوم روح على كنيسة رعيتي البعيدة، وفيني استفيد من التعليم الكنسي والتعليم الإنجيلي. بس بتضل القضايا القانونية بتخص خور الرعية القانوني اللي أنا المطران معيني منتمي إليه. نعم. فالشغلة بذات الوقت ممكن تكون واضحة، نعمل جلسات عليها، وبذات الوقت ممكن تكون معقدة. هلأ إذا أنا خلص عجبتني هالكنيسة وبدي أنتمي لها من بعد ما كنت ولدت بكنيسة معينة، ساعتها بأدي رغبتي للمطران الكنيسي وباخد منه، بعمل له طلب، بقدم فيه طلب ورق تتقدم، يطلع ورقة انه انا صرت منتمي فعليا وروحيا وقانونيا لهالكنيسة انا اللي بحب انتمي لها. إلى هنا مشاهدين وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا التذكير بأبرز ما جاء فيها.
كنيسة الرسل في الزرقاء تحتفل بمنح المناولة الأولى لعدد من أبنائها. البتراء تحتل المرتبة الأولى كأفضل وجهة سياحية عالمية. مواطن أردني يجعل من بيته متحفاً للمقتنيات التراثية. المؤمن كما يراه المسيح في حلقة من برنامج صباحكم نور. حتى نلقاكم أعزائنا، طابت أوقاتكم ودمتم بخير.